سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نشرة الأخبار من استوديوهات سهيل، والبداية بأبرز العناوين. الحكومة تحذر من استمرار ميليشيا الحوثي في تهجير أبناء مديريات حزام صنعاء وتوطين عناصر تابعين لها. ارتفاع الإيجارات يؤرق المواطنين في مدينة تعز والحديدة، المحافظة الأولى في موجات النزوح خلال يوليو. أبناء منطقة رسب بساء حضرموت يشكون من تدهور وضع المركز الصحي وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض. تفاصيل الأنباء أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. حذرت الحكومة من خطورة عمليات السلب والنهب الحوثي المنظم لأراضي ومزارع المواطنين في مديريات حزام صنعاء، وقال وزير الإعلام معمر الإرياني إن هذه العمليات تندرج ضمن مخطط ميليشيا الحوثي لتغيير التركيبة السكانية عبر تهجير وتشريد أبناء تلك المناطق وتوطين عناصرها المؤدلجة القادمة من محافظة صعدة. وأوضح وزير الإعلام أن عناصر ميليشيا الحوثي تحاول السيطرة على قرابة 70,000 لبنة في عزلة بني جرموز شمال العاصمة صنعاء بمزاعم ملكيتها لجمعية سكنية، وهو ما ينفيه ويرفضه أبناء المنطقة. وأشار الإرياني إلى أن ميليشيا إيران الحوثية نفذت منذ انقلابها حملات منظمة للسيطرة على أراضي المواطنين في أحياء الروضة وعصر وجدر ومحيط مطار صنعاء الدولي ومديريات همدان وصرف وبني مطر وبني حشيش وبني الحارث، وذلك تحت مزاعم ومسوغات واهية، ووظفت محاكم وقضاة تابعين لها لشرعنة هذه الممارسات الإجرامية. تمضي ميليشيا الحوثي في مخطط تطييف المناطق والمديريات المحيطة بالعاصمة صنعاء في محاكاة لصنيع حزب الله في لبنان والعصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة، الأمر الذي يوجب الانتباه قبل فوات الأوان. نتابع ما يجري تنفيذه في صنعاء. مخطط خميني حتى في أدق تفاصيله بالغة الخفاء، وما أخفته الميليشيا لسنوات أظهره غرور الانتفاشة وكشفه التسارع في التحركات ضمن المخطط الخميني لابتلاع عاصمة اليمنيين، إحاطتها بحزام طائفي مسلح وخنقها بضاحية شمالية على غرار الضاحية الجنوبية التي تخنق اللبنانيين. مخطط حذر منه دارسو مسار الميليشيا الدائرة في فلك إيران منذ سنوات، لكن ضجيج الحرب وانشغال البعض بتفاصيل أخرى غطى على التحذيرات، لينكشف يوما بعد آخر أن الميليشيا ماضية في مخططها، وأن عاصمة اليمنيين تغرق في الظلام الذي يراد له أن يغتال تاريخها ويحيط جغرافيتها ويطعنها في قلبها. أحدث التحذيرات الصادرة بهذا الشأن جاءت على لسان وزير الإعلام، إذ أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أن عمليات النهب المنظم لأراضي المواطنين ومزارعهم في مديريات حزم صنعاء يندرج ضمن مخطط تغيير التركيبة السكانية عبر تهجير أبناء المناطق وتشريدهم وتوطين عناصر الميليشيا المؤدلجة المستقدمة من محافظة صعدة. مخطط نفذته الميليشيا وتنفذه في مديريات همدان، بني مطر، بني حشيش، بني الحارث وغيرها. التطابق بين عنصرية ميليشيات إيران وعصابات الصهيونية، وكما رآه العالم في أكثر من شكل، فإنه في نهب الأراضي وإحلال العنصريين يبدو واضحا لكل ذي عينين. وإذا كان أولئك ينهبون بحجة البحث عن الهيكل المزعوم لآبائهم، فإن هؤلاء اخترعوا أكاذيب منها أن الأراضي وقف لآبائهم. وبدون قوة تنتصر للأبرياء، فإن البيانات والتحذيرات لن تنتزع القدس من يد أولئك، ولن تستعيد عاصمة اليمنيين من يد هؤلاء.
كشفت وثائق حصلت عليها قناة سهيل الفضائية ملكية الأوقاف لمساحات واسعة من الأراضي المتنازع عليها في مديرية جبل يزيد بمحافظة عمران، والتي حصلت فيها مواجهات مسلحة الاثنين الماضي بين الأهالي وقوات تابعة لميليشيا الحوثي. ووفقا للوثائق التي حصلت عليها القناة، فإن ملكية مواضع حروة والصافية الكائنة في منطقة بيت بادي والحجز بعمران تابعة للأوقاف بحسب مذكرة صادرة من وزارة الأوقاف والإرشاد بتاريخ 5 أغسطس 2003. وجاءت هذه المذكرة ردا على مذكرة صادرة من محافظة عمران للوزارة لإفتائها في ملكية هذه الأراضي. وقالت مصادر خاصة لسهيل إن ميليشيا الحوثي تريد اقتطاع جزء من هذه الأراضي لصالح أحد قياداتها من أهالي منطقة الحجز حتى تتمكن من الاستيلاء على بقية المساحات التي تقدر بأكثر من 5000 لبنة لصالحهم الشخصي، ونهب أراضي الوقف بحجة أنها ملك للأهالي وأن الأهالي هم الذين شرعوا في تسويرها. وأفادت المصادر أن قيادات حوثية تعمدت إقصاء الموظفين المكلفين بتأكيد ملكية هذه الأوقاف لهذه الأراضي في مكتبي الأوقاف وأراضي الدولة ليتسنى لهم اللعب في الملف وتحويله إلى ملكية خاصة لقيادات حوثية من الصف الأول في المحافظة. يعد استمرار حركة الإضراب الاحتجاجية للمعلمين في مناطق السيطرة الحوثية يعد الخطوة الأهم على طريق انتزاع الحقوق ونجاح فعاليته النقابية الواسعة. نتابع. للأسبوع الثالث يستمر إضراب المعلمين في مناطق سيطرة الإرهاب الحوثي المسلح كأول فعالية احتجاجية تقطع هذا المدى الزمني من الثبات والتماسك. استمرار الحركة الاحتجاجية في مقاطعة العمل التعليمي حتى انتزاع كافة الحقوق القانونية المسلوبة عده مراقبون مؤشرا على شجاعة الموقف التربوي ودقة التنظيم في النضال السلمي في سبيل الحقوق. في المقابل فشلت كل تهديدات الاسترهاب الحوثي في تقويض الحركة الاحتجاجية وشق وحدة الصف التربوي عبر عدة وسائل قمعية بينها الترهيب والترغيب والاختطافات والفصل الوظيفي التعسفي وتهم التخوين الجاهزة. أما على صعيد مرتبات المعلمين لم تتخذ ميليشيا الإرهاب الحوثية أي إجراءات جادة لحل هذه الأزمة التي هي المتسببة في كارثتها الإنسانية، ولا تزال الميليشيا الحوثية تنظر إلى المطالب الحقوقية بعين السخط والتخوين. ورغم تعدد المنابع والمصبات الإرادية الجمة إلى خزينة الحوثيين وقدرتهم المالية على دفع أجور الموظفين كاملة، تتهرب الميليشيا السلالية من مسؤوليتها تجاه من تجبرهم على الاستمرار في أداء أعمالهم العامة، بينما تظهر الميليشيا تمييزا عنصريا يكاد يكون حالة حصرية عليها وغير مشهودة في كل التنظيمات الإرهابية الدولية من حيث إنكار حقوق الآخرين وأثرة الاستحواذ الطائفي على كل الامتيازات والأموال لصالح عناصرها وحسب. قال المرصد اليمني للألغام إن ميليشيا الحوثية الإرهابية زرعت عبوات ناسفة مموهة وألغاما في بئر للمياه جنوبي الحديدة في جرائم تستهدف المدنيين وتستهدف الحياة بشكل كامل. وأوضح المرصد في بيان أن الفرق الهندسية بالساحل الغربي تمكنت من تفكيك نحو 50 عبوة ناسفة مموهة وألغاما وضعها الحوثيون في بئر للمياه بقرية بيت عفدة بمديرية حيس جنوب الحديدة. وأكد المركز الوطني أن تفخيخ الآبار والطرقات والمدارس ومنازل النازحين أعمال لا علاقة لها بالجانب العسكري، بل تستهدف المدنيين وتستهدف الحياة بشكل كامل. رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بنجاح عملية نقل النفط من الناقلة اليمنية صافر ودعت إلى حشد الدعم لإكمال الخطوات النهائية. وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في بيان نشره البيت الأبيض في العام الماضي إن حشدت الولايات المتحدة بقيادة المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندر كينغ تحالفا دوليا لتمويل العملية.
وحث سليفان الجهات المانحة على تعبئة الأموال الإضافية اللازمة لإكمال الخطوات النهائية للعملية الكاملة لمواجهة جميع التهديدات البيئية المتبقية. من جهتها قالت السفيرة ليندا توماس المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة، قالت لطالما كانت الولايات المتحدة من كبار المدافعين والداعمين الماليين لهذا المشروع. أشادت مجموعة هائل سعيد أنعم التجارية بدور القطاع الخاص اليمني في إنقاذ ناقلة صافر نفطية من خلال سد الفجوة التمويلية، وأعربت مجموعة أنعم في بيان عن أملها في أن تمثل عملية إنقاذ ناقلة صافر مصدر إلهام لكل الأطراف اليمنية ومن يسعون إلى إنهاء الصراع وإحلال السلام في اليمن. ورحبت مجموعة هائل سعيد في بيان لها بإتمام عملية نقل حمولة الناقلة والحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية واقتصادية وبيئية كبيرة في البحر الأحمر، وثمن البيان الجهود التي بذلها الجميع حرصا على إنجاح هذه العملية بطريقة آمنة وفي الوقت المناسب، بما في ذلك كل الأطراف اليمنية ذات الصلة وفريق الإنقاذ الأممي وجميع الأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي. كشفت تقارير رسمية أن أعداد نازحي الحديدة في اليمن هم الأكثر عددا وتضررا من النزوح خلال 7 أشهر في اليمن. وبحسب الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين فإن الحديدة تصدرت تفاقم أعداد النازحين بنسبة 27% مقارنة ببقية محافظات الجمهورية. الزميل عبد الحفيظ الحطامي رصد حيزا من معاناة المواطنين في مخيمات النزوح في المناطق المحررة بمحافظة الحديدة. لم أنا شيء ولا أمي شيء ولا حتى بزينا حاجة من بيوتنا، أنا ثيابنا على ثيابنا. إنه وجع النزوح في الحديدة ضاف كالتماع القهر في حدقة مسنة تكومت مع أشيائها المبعثرة بين الشمس والمطر والحر والبرد. يتظاهر الأطفال بالصمود والصبر بين مخيمات مهترئة وعشرات الآلاف ممن أجبرتهم ميليشيا الحوثي الإرهابية على النزوح من منازلهم، يشعرون بالخذلان وقلق دائم يمتد كأمنياتهم امتداد المخيمات الواجفة. يروضون القهر بهيئة أقدام صغيرة يحكون المأساة كما يعيشونها بين الحطام والدخان والحرائق وتعب النزوح في الشارع. شوارع ما معناش للبيوت، أغلب الأسر خرجت يا الله بأسرها، جميع ممتلكاتها أتلفت ومحتوياتها ومقتنياتها. تقول تقارير رسمية بأن نازحي الحديدة في اليمن هم الأكثر عددا وتضررا من النزوح بفعل انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية، حيث رصدت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين خلال شهر يوليو الجاري نزوح قرابة 600 أسرة مؤلفة من 3478 شخصا بينهم 477 أسرة نازحة لأول مرة و126 أسرة نزحوا نزوحا ثانيا تعرضت مخيماتها للإهمال والحرائق والمجاعات. ونتمنى من الدولة تأمين المساكن في بناء مباني حتى ولو صغيرة من أجل الكرامة والحفاظ على النازحين. فالنزوح ترك ندوبا غائرة بهيئة مشاعر مواطنة مجروحة تتطلع لأن تستيقظ كل ضمائر الجهات المعنية لمأساتهم. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية، محافظة الحديدة. أعلنت شرطة تعز إلقاء القبض على متهم بقضية قتل في مديرية الشمايتين عقب ارتكاب الجريمة. وقال مركز الإعلام الأمني بالمحافظة إن شرطة مديرية الشمايتين نجحت خلال وقت قصير بالشراكة مع قوات شرطة الدورية وأمن الطرق بالتعاون مع بعض الوجهات الاجتماعية في إلقاء القبض على مطلوب في قضية قتل حدثت في أطراف مديرية الشمايتين غربي تعز. وأشار المركز إلى أن الأجهزة الأمنية تحركت فور تلقيها البلاغ باتجاه موقع الحادثة وتمكنت خلال أقل من ساعة من وصولها لمكان الحادثة من إلقاء القبض على المتهم. تعز اعتبرتها المنظمات الدولية نموذجا للمحافظات المؤهلة للتنمية المستدامة والأكثر أمنا، لذا تحرص الميليشيا الحوثية على تشويهها بالشائعات في مسعى لإبقائها محاصرة من كل الجوانب. منذ اختارت الأمم المتحدة تعز لتكون نموذجا لتطبيق خطة الإطار الاقتصادي للتحول من المساعدات إلى التنمية المستدامة،
وميليشيات إيران الإرهابية تسابق الزمن عسكريا وإعلاميا وتشويها، تهدف لشيطنة المحافظة واستهداف أمنها، والعمل ليل نهار بهدف إزاحتها من دائرة الاهتمام الدولي. الحوثي هو يرى تعز أنها أسقطت مشروعه أو على الأقل أوقفته عند حده، وبالتالي ينظر إليها من هذا المنظار، بصرف النظر أيضا عن خلفيات تاريخية تنظر إليها سلالة الحوثي بخلفية طائفية وبخلفية تاريخية وبخلفية موقف تعز في كثير من حروب إسقاط الإمامة بالطبع مع كثير من المحافظات، وهي بذلك تريد أن تجعل من تعز استهداف بالسلاح باعتبارها تحاصرها، وتريد أن تستهدفها أيضا من حيث عرقلة أي مشاريع أو جوانب تنمية مستدامة. مخططات الميليشيات تتلاشى وتفشل كل جهودها، فيما تظهر تعز أكثر جاهزية لبناء النموذج الأكثر ارتباطا بالدولة والشرعية، والعمل بانضباط واحترافية كما حدث عند اغتيال الموظف الأممي بمدينة التربة جنوب المحافظة. سنبقى في تعز يعني محل تنديد واستنكار لأي أفكار يعني مخالفة لعاداتنا وتقاليدنا وديننا، فتعز هي مدينة السلام ومدينة الثقافة، دائما تحمل المشروع الثقافي المشروع السياسي، فهي رافعة لهذه المشاريع، ولن نستسلم ولن نرضخ لأي أفكار دخيلة على عاداتنا وتقاليدنا وديننا. شهادة من منظمات دولية محايدة درست النموذج التعزي بتمعن خلال سنوات لتبرز هذه المحافظة التي تخلصت من الميليشيات وجماعات النفوذ مبكرة، ليتبقى فيها فقط مؤسسات الدولة التي تكفل حرية الكلمة والانتماء والقول والفعل ما دام تحت ظل القانون، ولتصبح بحسب هذه الشهادة أكثر أمنا وانتماء للدولة. وعلى الرغم من هذا الاستقرار في المحافظة المحاصرة، إلا أن مشكلة رفع الإيجارات تظل قضية تؤرق الكثير من الساكنين في ظل الأوضاع المعيشية التي تزداد سوءا لدى الكثير من الأسر. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. أحمد عبد اللطيفي تنقل بين حارات أحياء تعز بحثا عن سكن يأويه وأسرته، بعد أن طلب المؤجر الذي كان يسكن في عقاره مغادرة الشقة في أيام عيد الأضحى الماضي، ليصبح ضحية البحث عن سكن آخر. اللطيفي موظف حكومي راتبه لا يتجاوز 100,000، وهو كغيره من الذين يشكون من ارتفاع الإيجارات في ظل هذا الوضع الصعب. خرجت من المنزل في يوم عيد الأضحى المبارك، لم يتركوا لي فرصة لأن أبحث عن منزل مناسب يتناسب مع معيشتي وراتبي، إذ أن الإيجارات مرتفعة من 200 و250,000 وبعيدة، وأنا لدي طلاب في الجامعة وعندي وضع يعني مرتب موظف لا يتجاوز 100,000، وكذلك لدي بعض من الأسرة من الأمراض. وتشهد مدينة تعز المحاصرة ارتفاعا مستمرا في أسعار الإيجارات، مما يثير القلق لدى كثير من الأسر في ظل تهرب السلطة المحلية من المسؤولية في مواجهة هذا التحدي الكبير. لما يجي يطلب منك 500 ريال سعودي أو 1,000 ريال سعودي تشتي ولا خلق على غرفتين أو ذات غرف، فين نروح؟ أين الضوء؟ أين حكم الله؟ أين حكم الله بالإيجارات أو بالمسؤولين أو بالمسؤولين الإيجارات؟ يخافوا الله يخافوا الله، فين نركب لنا شال؟ إحنا بلا رواتب زي ما قلت لك، بلا رواتب متحملين الإيجارات، من فين ندفع له 500 سعودي؟ ما تعادل كم يمني يا ناس؟ الآن سنة ولا سنة أو شهر ولا شهر يزيد لك بالمئتين بال300 ريال السعودي، ما عاد فيش ريال يمني، ما فيش لبس سعودي يدفع ولا برع الناس سووا لهم خيام، باقي أنا مستعد أن أسكن بالمقبرة، والله بأسكن بالمقبرة للإيجارة. منذ عدة سنوات يشتكي المواطنون من غلاء الإيجارات وعدم قدرتهم على تحمل تلك الأعباء المالية الثقيلة، فالمبالغ التي يتم فرضها عليهم لإيجارات السكن تزداد بشكل مستمر، في حين لا تشهد الرواتب والدخل الشهري نفس الزيادة.
معاشي 40,000، مو اعمل بو اكل بو او اشتري حفافة القهال او ايش اعمل بو، او مدارس او كتب او ايجار بيوت، كل ايجارة البيوت اشتل من 200 من 300,000 بل 500 سعودي ب 400 ب 500 سعودي، نحن الان عايشين بجحيم. ومما لا شك في ذلك يزداد الوضع المعيشي قتامة ويجبر الكثيرين عن البحث عن سكن بديل أو التحمل وإهمال احتياجاتهم الأساسية. أحمد مكيبر، قناة سهيل، تعز. تلقى رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ محمد عبد الله اليدومي اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الدكتور أحمد عوض بن مبارك، واطمأن وزير الخارجية على صحة رئيس الهيئة العليا للإصلاح بعد العملية الجراحية التي أجراها في أحد المستشفيات السعودية بالعاصمة السعودية الرياض وتكللت بالنجاح. وعبر بن مبارك خلال اتصاله عن أمنياته للأستاذ اليدومي بالشفاء العاجل وأن يعود إلى نشاطه في القريب العاجل. من جهته أعرب رئيس الهيئة العليا للإصلاح الأستاذ محمد اليدومي عن شكره وامتنانه لوزير الخارجية والمغتربين بن مبارك على اتصاله واطمئنانه على صحته. تلقى رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ محمد عبد الله اليدومي يوم أمس الجمعة اتصالات هاتفية من كل من رئيس الائتلاف الوطني الجنوبي الشيخ أحمد صالح العيسي وسفير بلادنا لدى مملكة البحرين الدكتور علي حسن الأحمدي وسفير بلادنا في الجمهورية التونسية الدكتور عبد الناصر باحبيب. واطمأن العيسي والأحمدي وباحبيب على صحة رئيس الهيئة العليا للإصلاح بعد العملية الجراحية التي أجراها في أحد مستشفيات العاصمة السعودية الرياض الأسبوع الماضي وتكللت بالنجاح. وعبر المتصلون عن أمنياتهم لرئيس الهيئة العليا للإصلاح بالشفاء العاجل حتى يستأنف دوره السياسي والوطني. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريس الجمعة عن سعادته بالإفراج عن 5 من موظفي إدارة الأمن والسلامة الذين اختطفوا العام الماضي في اليمن. وجدد الأمين العام للأمم المتحدة التأكيد على أن الاختطاف جريمة غير مبررة ودعا إلى محاسبة مرتكبيها معربا عن تضامنهم على الأشخاص الآخرين الذين ما زالوا محتجزين قسريا في اليمن. يذكر أن الموظفين الأمميين 5 المفرج عنهم كان تنظيم القاعدة قد اختطفهم في فبراير من العام الماضي، في حين ما يزال 3 موظفين أمميين مختطفين لدى ميليشيا الانقلاب. انتشر مقطع مصور يظهر جانبا من بشاعة الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المواطنين في محافظة الجوف. وتداول ناشطون مقطعا للطفل عبد القادر خليل حازم، واحد من سكان مديرية الحزم مركز المحافظة وهو فاقد للوعي بعد خروجه من سجن الميليشيا وتعذيبه على يد مشرف حوثي المدعو بأبي جلال. وتشهد محافظة الجوف الفترة الأخيرة تزايدا في حدة الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في المحافظة في ظل صمت دولي حيال هذه الانتهاكات. صلي على رسول الله ربك باين تقب منا ان شاء الله. هذا احد دعاء يا ابو جلال ملك غابات الجوف. ابو جلال ملك غابه الجوف. قالت مصادر محلية إن ميليشيا الحوثية اعتدت بالضرب على مختل عقليا يدعى علي شنشن في حي دار الشرف بمديرية المشنة بمدينة إب واختطفته إلى جهة مجهولة. وأوضحت المصادر أن الميليشيا اتهمت شنشن بالوقوف وراء طمس شعاراتها في الحي بعد أن فشلت في معرفة هوية من يقوم بذلك. وأشارت المصادر إلى أن الميليشيا سبق لها وأن اعتدت بالضرب عليه في أكثر من مناسبة لذات الأسباب. ترأس وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماعا للمجلس الأعلى للشرطة لمناقشة القضايا المستجدة أمام المجلس للعام الجاري 2023.
وأقر المجلس تسوية وترقية أوضاع أكثر من 3287 وأكثر من 72 صف ضابط وفرد من منتسبي الوزارة في جميع محافظات الجمهورية في الداخل والخارج، باستثناء من تورطوا في أعمال إرهابية مع ميليشيا الانقلاب. وثمن المجلس الأعلى للشرطة توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي للحكومة بالالتزام بانتظام مرتبات الأمن والجيش وموظفي الدولة. شيعت جماهير غفيرة من أبناء العاصمة المؤقتة عدن جثمان المغدورة فاطمة محمد إلى مقبرة داوود بمدينة دار سعد، وانطلق موكب التشييع من مسجد فاطمة الزهراء بمنطقة السيلة بالشيخ عثمان بعد الصلاة عليها وسط هتافات ومطالبات بسرعة تنفيذ القصاص بحق المتهم بقتلها. وقتلت فاطمة متأثرة بإصابتها بطعنات متفرقة بسكين حاد في أجزاء من البطن والعين في مجمع تجاري كانت تعمل فيه بمدينة المنصورة. حيث قام القاتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد بقتل الأخت فاطمة وهي آمنة في عملها، وطعنها ب 12 طعنة. فهذا العمل ليس عمل لن يمر بسلام، ونطالب النيابة العامة والقضاء بسرعة المحاكمة وتعجيلها والقصاص من قاتل أختنا فاطمة محمد عمر. لازم ينزل إعدامه فورا، هذا إنسان مجرم قاتل، ينزل إعدامه اليوم أو بكرة أو غدا، لن نتأخر وننزل بعده إن شاء الله، بنعمل مسيرة للمحاكم كامل لأجل ينزلونه بالإعدام. هذا سفاح، هذا قاتل. أدان موظفو المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية في وادي حضرموت ما تعرض له فريق قسم الصيانة في مديرية شبام من اعتداء غاشم على يد عناصر مسلحة أثناء تأديتهم لعملهم في سنترال المدينة. ونفذ موظفو المؤسسة العامة للاتصالات وقفة احتجاجية أمام مبنى المؤسسة في مدينة سيئون مركز وادي حضرموت، عبروا عن استنكارهم للاعتداء الذي طال فريق الصيانة أثناء عملهم في سنترال شبام، مطالبين السلطات الحكومية والمحلية والجهات الأمنية بردع المعتدين وتعويض الموظفين الذين طالهم الضرب والشتم والإهانة والتدخل لإنهاء الاعتداءات المتكررة على عمال المؤسسة في شبام. وحذر مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات بوادي حضرموت المهندس حسن جمعان بحارثة من عواقب تكرار مثل هذه الاعتداءات والتهديدات التي تطال عمال المؤسسة، منوها بأن هذا سيؤدي بدوره إلى قطع الخدمة والأعمال في تلك المناطق وخروج الخدمة عن المواطنين، مضيفا بأن الاعتداء على العاملين جرى أثناء مهمة عمل رسمية في إصلاح بعض الخطوط الهوائية الخارجة عن الخدمة وبعض الخطوط المتوقفة بالمديرية. يفتقر المركز الصحي بمنطقة رسب بمديرية ساه لأبسط الإمكانات الطبية التي تستخدم لعملية الاستشفاء لأبناء المنطقة، حيث تنتشر الأمراض السرطانية والفيروسات بين الأهالي جراء مخلفات عمليات التنقيب عن النفط. مباني حديثة لاستقبال المرضى من أبناء مناطق الامتياز النفطي بمديرية ساء بوادي حضرموت، لكن ما بداخلها يكشف حجم المعاناة والتهميش الذي أصاب تلك المناطق من أبسط حقوقها. فالمرفق الصحي رغم صغره إلا أنه يفتقر إلى أبسط الخدمات الأساسية، فإمكانياته محدودة وقدرات عامليه بسيطة ومتواضعة. القبال كثير مرة، بس الخدمة الإمكانيات قليلة في المركز، في أجهزة ناقصة، يتم بعض المرضى من ناحية الأجهزة ما تتوفر داخل المركز، يتم التنقل بين الوادي والساحل.
هذا المركز الصحي يقدم خدمات الأولية لأبناء منطقة رسب، ومن أساءت حالته الصحية وتطورت ذهب للبحث عن مرفق خارج منطقته ليستكمل علاجه. فكثير من الأهالي يلجؤون إلى السفر إلى خارج البلاد لتلقي العلاج، وذلك لانتشار الأمراض السرطانية والأوبئة، فيرتفع معدل الإصابة بصورة أكبر من عام لآخر. أبرز الأمراض المنتشرة في منطقة الإنتاج نفطي أمراض الجهاز التنفسي، المعدل الحالات من 100 إلى 200 حالة شهريا. أمراض المسالك البولية المعدل نفسه إلى حدود 200 حالة شهريا. الأمراض السرطان، أمراض السرطان معدل من 2018 إلى 2023 85 حالة. فالمنطقة تعاني كثيرا من المياه الغير صالحة للشرب وتلوثها ببعض المواد السامة جراء مخلفات عمليات التنقيب عن النفط، مما دفع الكثير من الأهالي للانتقال إلى حواضر المدن والقرب من المرافق الخدمية والصحية التي تلبي ولو الشيء البسيط من احتياجاتهم. حتى المركز الصحي هذا ما يقدر يخدمك بشيء، ما عنده شيء، ما عنده إمكانيات، ما عنده أي شيء، ولا عنده لا دعم لا خارجي ولا داخلي، هو بنفسه مركز الصحي بنفسه. بطل الحكومة، بس في عندنا شركة هي اللي سبب الشيء هذا، مفروض تكون تحمل مسؤوليتها. أيوة، أن هي بسبب المرض، الصحة، الماء متلوث، كل شيء متلوث عندنا، الأكسجينات، كل شيء متلوث. أنت انزل في المنطقة شوف كيف المنطقة. ليست الخدمات الصحية هي الوحيدة التي يعاني منها أبناء مناطق الامتياز النفطي، فالكهرباء لم تعد مستقرة رغم نور الإضاءة التي تطل عليهم من الحقول النفطية المجاورة. أما شبكة الطرقات أصبحت متهالكة وغير ممهدة، يصعب التنقل بينها، فلم يعد النفط الذي تحت أقدامهم شافعا لجلب الخدمات الأساسية. فهمي برمادي، قناة سهيل، من منطقة رسب، وادي حضرموت. النشرة انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. الحكومة تحذر من استمرار ميليشيا الحوثي في تهجير أبناء مديريات حزام صنعاء وتوطين عناصر تابعين لها. ارتفاع الإيجارات يؤرق المواطنين في مدينة تعز والحديدة، المحافظة الأولى في موجات النزوح خلال يوليو. أبناء منطقة رسب بساء حضرموت يشكون من تدهور وضع المركز الصحي وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض. في ختام النشرة لكم مني أطيب المنى، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، في رعاية الله.